بصوا بقى، انا دلوقتي هستسمح حضراتكم ننزل مقادير. هنعمل طارت مانجا، بما ان المانجا بدات بشايرها تهل علينا، فاحنا عاوزين نعمل طارت مانجا لطيف. احنا قبل كده عملنا الباستا فلورا الاسبوع اللي فات، وعملنا عجينتها سهله وبسيطه، هي نفس العجينه. يعني هقول لكم كده تقريبا هي ايه: 2 بيضه، وعندنا 3 كوبايات من الدقيق، عندنا معلقه ونص بيكنج باودر، دي اختياري صغيره، عندنا رشه ملح، وعندنا كوبايه من الزبده اللينه، وعندنا كوبايه من السكر البودره، عندنا بيضه كامله واتنين صفار بيضه، تطلع العجينه حلوه. طيب معلقه صغيره طبعا لازم الفانيليا السايله. اقول لكم ليه بقى بتبقى حلوه في العجين دي، بتدي تيست طعم حلو قوي عن الباودر. عندنا بقى اللي حابب حد يحط لها مثلا مكان الفانيلا دي بشر ليمون، هتبقى جميله. وعندنا ربع كوبايه قلت لكم من الميه المثلجه، يعني تلج وساح وداب، وضفنا بيه لمينا العجين بس علشان يحافظ على الزبده وقوامها، وحراره الايد كمان بتسيح الزبده قوي. فاحنا عايزين نلم العجينه لم، ناخدها ونقفلها في كلانفل او في ستريتش، نحطها في الثلاجه، هتطلع زي ما حضراتكم شايفينها كده. بعد ما بتطلع كده بنبدا ناخدها نحطها بين ورقتين زبده. بصوا عجينه التارت دي اساسا عجينه كنديه، يعني اساسه من كندا. تمام، تعالوا كده بس نفرد كويس عشان ايه بين ورقتين الزبده. كانوا بيعملوه تقريبا كده، يعني تقريبا من 1900 سنه، يعني هي اساسا من الاصل الكندي، ودي بيعتبروها من الاكلات الشرقيه في كندا، يعني ليها عندهم كده رونق وشكل خاص، بيفتخروا بيها قوي لدرجه ان هم بيعملوا لها مهرجان ومسابقات كبيره على فكره هناك، بيبقى ليها يوم كده مميز بيعملوه فيها، وبيطلعوا منه ارقام كبيره جدا من التارت دي. بصوا كان في بقى احتفالية كبيرة بيعملوها، أعتقد دي كانت يعني مسمعة، بيبيعوا فيها، عملوها عن تارت الزبدة، ودي ممكن يبيعوا فيها فوق 50,000 قطعة من التارت الزبدة ده. بصوا بقى سنة 2014 هم عملوا المهرجان ده، أو عملوا المسابقة دي، وعملوا فيها عدد القطع اللي بقوله لحضراتكم ده. طبعا قوالب التارت كتير وأشكالها كتير، في القالب اللي هو زي ده اللي احنا عملنا فيه الباستا فلورا أهو، بيبقى كده وقاعدته متحركة عشان تسهل علينا. في منه بيبقى الستانلس أو الألمنيوم أو واتيفر، مش مشكلة، المهم يعني إن احنا العجينة طالما مظبوطة هتطلع من القالب، حتى لو هو قاعدته مش متحركة، لأن انتوا لازم تستنوا عليه لما يبرد شوية. بس القاعدة المتحركة عادة بتساعد شوية في إن احنا نطلعه بشكله من غير ما يتكسر. طيب أنا هاخد كده وهفرد العجين، هشيل كده وهبدأ اخد العجينة هنا بالشكل ده وانيمها كده في قالب التارت. خلاص، وهبدأ بقى اسكنها كويس. حلو الكلام، هسكن كده العجينة وهخليها تدخل تاخد الاول لوحدها، اسويها لوحدها قبل الحشو. حشو بقى احنا النهارده هنعمل كاستر، كل مره بنعمله جاهز، المره دي انا هعمله بالطريقه بتاعه زمان، الكاستر من البيض واللبن زي زمان، عشان اللي حابب يعمله حتى كمبردات في الثلاجه لاكل الولاد، لو ضفتوا عليه بس شوكولاته خام، لو ضفتوا عليه صوص شوكولاته، الولاد هيستمتعوا بيه. واصلا الحشو ده بحشي بيه انا كمان ساعات الاكلير، جاتو الاكلير بيبقى رائع. بصوا بقى هنبدا كده نسكن الايه العجينة الحلوة دي في القالب، ونخليها بس مرفوعة سنة عن سنة القالب. ليه؟ عشان هو بيخس شوية، يعني العجينة دي بتهبط شوية بتنزل سنة، فعشان ما تبقاش حروفها قصيرة. خلاص أنا بس شغالة مع حضراتكم، انتوا تابعوني في الوقت يا ولاد بعد إذنكم إذا تكرمتوا. أوكي كده أهو، الفرن بيكون سخن على حرارة 180 متوسطة، بدخله على الشبكه في النص. انسب فانيلا بستخدمها في عجائن التارت او البسكوتات او الباستا فلورا الفانيلا السايله، بتبقى طعم وريحه روعه، بتدي تيست حلو قوي، خصوصا بحطها مع السكر والزبده في الاول
قبل ما بضيف البيض وبعدين بضيف البيض مش العكس. طيب تدي طعم للزبدة كمان في العجينة روعة اهو، شايفين ازاي؟ سكننا كده العجينة، هتدخل بقى فرن حرارة 180 على الشبكة في النص، تاخد اللون الجراتان الفاتح الحلو، هوري حضراتكم شكلها يبقى عامل ازاي. بسم الله اهو، ونقفل، نشيل بس الايه الحروف اهو، نقفل عليها اهو، شايفين ازاي؟ عشان تبقوا شايفينها. هدخلها بقى هتاخد حوالي 25 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن، لحد ما تاخد اللون اللي هوريه لحضراتكم دلوقتي. بصوا بقى الجمال، تعالوا نقفل نبص بس مع بعض، دي اللي احنا طلعناها اهي. العجينة دي لما بتتبقى معايا زيادة هعملها في ستريتش وادخلها الفريزر، اي وقت تاني احتاجها هشتغل بيها. طيب اقدر كمان اعمل منها قوالب التارت الصغيرة. بصوا بقى العجينة طلعت اهي، ده بيبقى شكلها زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي انا هستعد اني اعمل بصوا البامية ريحتها روعة ما شاء الله، اكلات كده سبحان الله القديمة دي لا يعلى عليها، احياء التراث القديم والاكلات القديمة سواء الريفية الفرعونية. بصوا ده شكلها النهائي طبعا، انت كده حرقتها لنا، يرضي كده ربنا، يرضي ربنا كده. ماشي، ده مخرجنا يعني عايز يوريها لكم على طول. طيب هاخد كده اعمل عجينة الكاستر في البيت، سهلة وبسيطة. 2 صفار بيض، هاخد معلقتين من السكر او 3، 3 معالق من النشا، عندي معلقة صغيرة من الفانيلا السايلة، ولتر من اللبن. دي مقادير مظبوطة وقوام مظبوط. في ناس بتحب تدعم النشا تحط معاه معلقة دقيق لما تحبه يبقى ماسك قوي، انا هوريكم قوامه بس انا هشتغل فيه الاول. خلينا نشتغل فيه الاول. بسم الله، هاخد كده الاول صفار البيض، وخليني في صفار البيض ده البياض مش هرميه، يعني هعمل ايه؟ بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد بولة هعمل هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، كده البياض ده هحطه في كيس ثلاجة وهشيله في الفريزر. هاجي اعمل اي وصفة ليها مارينج، بياض بيض، حاجة في الكيك، حاجة في الاسبونج، هطلعه من الفريزر يسيح يرجع فريش كأنه لسه مكسور دلوقتي. بسم الله، بصوا اوه اهي اهي، شايفين؟ اهم حاجة بقى في البياض لما تيجوا تضربوه انه يكون ناجح، ما يبقاش فيه ولا فتفوتة صفار. الحاجة الأهم انه ما يبقاش المضرب او العجان مبلول. لما نيجي نضرب صفار وبياض ناخد من البياض نحطه في الصفار مش العكس، بس ده مهم. طيب تعالوا بقى، هاخد كده الاثنين صفار هضيف عليهم السكر، وهضيف عليهم الاول نضرب السكر وهحط الفانيلا السايله اهي، وهاخد فراوله وانا شغاله كده في الحاجات الحلوه دي، وجت فراوله تحلي كمان معانا حبيبتي فراوله. الو، اهلا يا فراولتي. يا صباح الفل يا نصر. صباح الفل يا روح قلبي. عامله ايه يا زيزه؟ انت عامله ايه يا روح قلبي؟ انا تعبانه شويه الحمد لله. الف سلامه عليك يا روح قلبي. الله يخليكي، تسلم ايدي. تسلمي يا نور عيني، تسلمي. منوره الدنيا كلها يا عظيمه. حبيبتي منور بيكوا والله وبمتابعتكوا وصوتكوا الجميل انا بسمعه. منوره الدنيا كلها بجد. حبيبه قلبي، ربنا ما يحرمني منكوا ابدا. الله يخليكي، بقول لك يا عظيمه. اموري يا قلبي. امر الله، انا عندي بياض بيض، اعمل بايه؟ اعملي مارينج اضربيه، دخليه في كيكات، اعملي منه المارينج وحطيه معاه بس فانيلا وسكر بودره، واعمليه في الفرن الولاد الصغننين ياكلوه يتبسطوا بيه قوي. لونيه، في حاجات كتير تتعمل بيه. وانا مش عارفه اعمل بيه ايه بصراحه. طب انا اعمل لكم بقى حلقه خاصه ببياض البيض ده. ايه رايك؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء ماشي؟ الله. ماشي، تسلم ايدك. تسلمي يا فراولتي، تسلمي يا روح قلبي. هسخن بس شوية اللبن اهو، هسيب اللبن يدفى. انا بس فنكشت هنا شوية نشا، خليني امسحهم. ضربت السكر مع البيض مع الفانيلا مع شوية النشا اهو،
بياض البيض هشيله دلوقتي في كيس ثلاجه. هنفض بس المانجو بتاعتنا دي اللي جه عليها شويه من النشا. هدفي اللبن على النار، اول ما يدفى هنزل باللبن شويه شويه عشان ما اسويش البيض وبعدين ارجعه تاني على النار. هنا بقى انا هشغل هنا عشان اعمل الطشه الحلوه بتاعه البامي. اهو اللبن بدا يسخن، بصوا بقى هنزل باللبن حبه حبه شويه شويه. ممكن اخد لوش من هنا. بسم الله، ده الكاستر العادي. ناخد كده بسم الله الرحمن الرحيم كبشتين بس ونقلب، ندوب الايه اللي احنا عملناه ده اللي هو النشا السكر صفار البيض عشان نوازن الحراره ونعقم البيض، وبعدين نرجع تاني ننزله في الحله اللي على النار عشان يتماسك بقى ياخد القوام. طريقته سهله وبسيطه، طعمه جميل، لو حتى تقدم في كاسات بارد هيبقى رائع. عايزين بقى تحلوه تاخده شويه اصفر وتحطه بعد كده على جزء منه شوكولاته دايبه او القابله للدهن او شوكولاته خام متسيحه هيبقى رائع. بصوا بقى هننزل هنا بسم الله اهو. اللي عايز بقى يدعم اللون ممكن جدا يدعم اللون ده بنقطه من اللون الاصفر ماشي. انا بصراحه عشان هنا انا حطيت شويه من المانجا البيوري، يعني خلطت حوالي كوبايه مانجا. اما قطعت شرايح المانجا اتبقى اكيد بواقي في المانجا، خدت البواقي دي وعملتها بيوري ورحت ضيفاها على خليط الكاستر بعد ما طلع وبرد علشان يبقى خليط كاستر حلو وجميل. وبعدين حطيت شرايح المانجا. شرايح المانجا اي مانجا او اي فاكهه عايزين حضراتكم تحطوها لازم تتلمع، يا اما بمربى بيوري فنخفها بمعلقتين ميه وعلى النار ونلمع الفاكهه عشان تحافظ عليها ما تتبلش وتقعد فتره في الثلاجه، او في حاجه اسمها الجيلي اللامع. جيلي في منه على البارد وفي منه على الساخن، بيتباع في محلات مستحضرات الحلواني، نقدر ناخد منه شويه ونلمع بيهم الفواكه بتاعتنا. الكريز كمان نزل، عايزين نعمل بيه وصفه جميله ونخزن الكريز للمحبي الكريز اللي بيحبوا يخزنوه. بصوا ريحه الفانيلا عامله شغل عالي جدا. لبن اول ما يبدا يدوب بصوا النشا يتماسك اهو. بصوا بقى احلى كاسترد، تاكلوه طعمه يجنن، وجربوه كده بالفانيلا زي ما قلت لحضراتكم. واه على جماله، بصوا اهو شايفين الجمال تماسك ازاي. بصوا تعالوا بقى ناخد اوريكم اهو، اول ما يعمل البابلز دي خلاص هرفعه من على النار كده تمام. خلاص تعالوا بقى نشيله ونحطه في بوله نظيفه، ولازم نغطيه نسيبه يبرد، ولازم نغطي وشه عشان ما يعملش قشره. يعني ايه دي مش سخنه؟ اوكي ممكن اخد كده. بصوا بسم الله، ممكن بقى تحطوا نقطه لون هنا تدعموا اللون بتاعه لو انتوا حابين. شايفين اهو، او تحطوا المانجا البيوري بس بعد ما يبرد تماما. بصوا بقى عشان ما يعملش قشره لازم اعمل كده، لازم اجيب كده القطعه من الاسترتش اهو وابدا احطها على الخليط ده ملامس ليها كده كده. شايفين ازاي؟ مش فوقها، عليها، مش فوقها عليها عشان ما يعملش قشره. وهسيبه بره شويه يهدى بس، وبعدين ادخله الثلاجه عشان الحراره ما تضايقش الثلاجه او تاثر عليها. هشيل بقى، هاخد بقى التارت القمر ده هنزل عليه الكاسترد اهو. خليني اخد معلقه كده ايه ماشي. هنعمل كده، شايفين حضراتكم السوا بتاعه ما يعلاش كتير عشان نعمل حساب الحشو. الفاكهه اللي هتتحط على الوش طبعا، المانجا لما بتتحط مع خليط الكاسترد بتدي طعم حلو قوي للايه للحشو نفسه. حاجات بارده بقى في الصيف جميله، ما تحتاجوش تشتروها من بره، انتوا تعملوه في البيت كاسترد البيت ده ما لا يعلى عليه. بس ادوله بس شويه مانجا بيوري وشوفوا طعمه. خلاص
هناخد بقى مع بعض المانجا الحلوه دي، بسم الله، ونبدا نرص. هلبس بس جلافز. الطريقه بقى اللي تريح حضراتكم، في ناس ممكن تحب تعمل المانجا دي مكعبات وتحطها على الوش، جميله برده. في ناس ممكن تعملها شرايح، مفيش مشكله. الشكل اللي يريح حضراتكم اعملوا، عايزين تحطوا مانجا مع فواكه تانية زي الكيوي زي التفاح زي براحه حضراتكم اهو. وهنبدا بقى ناخد ايه وحدات المانجو. بصوا بقى هنعمل داير ما يدور. لا خلاص بطلت ادور يا ندى. كانوا عايزين يقولوا لي نحط كريزي يا شيف، قلت لهم يعني ممكن لو ما فيش يبقى احلى، اصل المانجا بصراحه ليها شخصيه مستقله بذاتها، صح كده ولا ايه؟ ها؟ ايوه. في حد ما بيحبش المانجا ممكن يكون ما بيحبهاش غصب عنه، يعني يكون بيتعب منها، عشان هي برضو خلوا بالكم المانجا يا جماعه اللي ياكل مانجا يا ريت ما تكتروش، غير الاملاح بتاذي الكلى جدا، ولازم بعد اذنكم تشربوا ميه كتير جدا بعد اكل المانجا بالذات. انا لما بنتي بتقولي انا هاكل مانجا اقول لها واحده، تقولي طب اتنين، اقول لها بس هنشرب ميه ونفصل في النص، ما ينفعش على طول، لانه الاطفال اصلا بتنسى نفسها في شرب الميه، فاحنا كبار كمان بننسى ساعات، فلازم حضراتكم تشربوا ميه كتير، مش بس في الصيف، صيف شتاء الميه دي مهمه جدا. نبدا بس ايه نرص بقى داير ما يدور زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما قلت لكم في النهايه هنحط او هنضيف مسحه الجيلي او المربى المذابه على النار بمعلقه ميه، نلمع بالفرشه بس كده علشان الفاكهه تلمع وتحافظ على الفاكهه بتاعتنا ما تتبلش لما تتحط في الثلاجه. طبقه يعني جميله كده، وايه واتمنى يعني تدوقوها. طبعا البيورين مانجا لما بيتحط مع الكاستر بصراحه بيبقى رائع. في ناس بتستخدم البيستري كريم الجاهز وتحط معاه ويبنج كريم او كريم شانتيه وتروح حاطه معاهم برضو المانجا البيوري، فعلى حسب ما حضراتكم عاوزين زي ما انتوا عايزين. هنبدا بقى نشكل الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده لحد ما نستكمل شكلنا اللي مخرجنا استعرضه قدام حضراتكم. وايه وصحه وهنا طبعا على قلب حضراتكم. حطوه بقى في الثلاجه كده لحد بعد ما نخلص الاكل، حاجه مرطبه بعد الاكله الجميله دي. ودلوقتي بقى احنا هنستعد طبعا للفقره الطبيه. قدامنا قد ايه يا حبايبي؟ دقيقة واحدة. ماشي، هينضم لنا مين؟ كده بصوا الجمال. هيبقى معانا دكتور علاء ان شاء الله، دكتور علاء الدين احمد اخصائي التغذية العلاجية. ودكتور علاء النهارده هيكلمنا في موضوع مهم قوي هيهم ناس كتير قوي من حضراتكم. وده كان بناء على انه جالي كتير اسئله على الصفحه، واحنا حطيناه في موضوع اقرب موضوع يعني في اقرب هوا لينا، هنتكلم عن مقاومه الانسولين والفرق بينها وبين زياده الوزن. هنشوف القصه دي اخبارها ايه مع دكتور علاء ان شاء الله في الفقره اللي جايه. واسمحوا لنا بقى نستسمح حضراتكم في استراحه بسيطه نستقبل فيها ضيفنا دكتور علاء اللي هيشرفنا وينورنا في الاستوديو.